بعد أن بذلت إسرائيل الغالية والنفيس وعلى مدار عشرات السنوات لتخلق قناعة لدى المهاجرين إليها من دول أوروبية بمعادلة الأمن والاستقرار في المستوطنات والمدن الإسرائيلية، باتت موجات اللجوء من إسرائيل إلى البرتغال تحديدا وأوروبا عموما المعضلة التي تواجه حكومة نتنياهو والتي تساهم في ضرب الاقتصاد الإسرائيلي من جهة وتنازل الراحلين من إسرائيل عن جنسيتهم مقابل حماية أنفسهم من أي تهديدات لحياتهم، بعد أن تصاعدت حدة الغضب الجماهيري حول العالم ضد المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة. محللون فلسطينيون وهم الأقرب لقراءة المشهد الإسرائيلي رجحوا أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الهمجية على الفلسطينيين سترفع من مؤشر التخلي عن الذهاب إلى إسرائيل ومغادرتها بلغات الفرار تجاه أوروبا، وهو ما التقطته شعوب العالم كدليل واضح على أن عزوف مئات الألاف جعلهم يعيدون التفكير مليا في أكاذيب دولة إسرائيل حول أحقيتهم في الأرض. وفي الميدان لا تزال مشاهد المقاومة الفلسطينية بتكبيد القوات الإسرائيلية وعتادها في غزة تبدد خدع وأكاذيب الجيش الإسرائيلي المدجج بأحدث الأسلحة والدبابات، وصفتها أوساط دولية ونشطاء حول العالم بالمضللة، إلى جانب تأكيد صحف إسرائيلية بأرقام مضاعفة لتلك التي تعلنها الحكومة ووزارة الدفاع الإسرائيلية حول أعداد قتلى جنودها وضباطها خلال العمليات البرية في القطاع، بالإضافة إلى إعلانها مؤخرا عن أن أكثر من 10% من جنودها الذين قتلوا في القطاع قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث تخللها استخدام الأسلحة أو الآلات العسكرية أو إطلاق النار. كما أن تعمق تداعيات الحرب أدى إلى تخبط نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيما بعد تهديده لمواجهة مسلحة مع عناصر أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، وهو ما يرفع مؤشر شلال الدم الذي ترتكبه إسرائيل دون الالتزام بنداءات المنظمات الدولية والقوانين والمواثيق، ما يهدد باتساع رقعة التوتر في فلسطين والمنطقة برمتها.